اول حاجه هنعملها هتكون بيتزا الفلفل. عندنا فلفل الوان متقطع انصاص، اخضر واصفر واحمر، وطبعا كلهم رومي. عندنا سلامي او بسطرمه اللي الولاد بيحبوه، اللي متوفر عندكم في البيت. اكيد بواقي شويه لحمه او فراخ برضو مفيش مشكله خالص. زيتون اسود واخضر حلقات. صوص مارينارا اللي هو صوص البيتزا اللي احنا بنعمله بالثوم والبصل مع زيت الزيتون والملح والفلفل والزعتر والريحان. بعد كده بننزل عليهم طماطم مبشوره وصلصه ونقطه سكر، وممكن تضربوه كمان بعد كده عشان يبقى ناعم خالص. عندنا موتزاريلا مبشوره، وعندنا للتقديم شويه كاتشب او اي صوص الولاد بيحبوه. طبعا الناس اللي عندها حساسيه من الاجبان هيشيلوا الجبنه من الوصفه. اوكي هنعمل ايه؟ ولا اي حاجه خالص، يعني هي الوصفه ابسط من البساطه، ما فيهاش اي حاجه خالص. انا جهزت صاج عليه ورقه سيليكون او يعني شيت سيليكون اهو، اللي بنصحكم بيه دايما. حطيت الفلافل كده زي ما انتم شايفين اهو، وحطيت جواهم الصوص. طيب أميرة أنا ما عنديش صوص، أو ولادي مش بيحبوه. طب بيحبوا الكاتشب حطي كاتشب، بيحبوا السويت اند ساور حطي سويت اند ساور، سويت اند تشيلي حطي سويت اند تشيلي، بيحبوا المايونيز مع الكاتشب حطيهم، بيحبوا المستردة حطي مستردة. يعني أنا اللي عايزة أقوله إن هي في الأول وفي الآخر فكرة، وإحنا نقدر نطوعها زي ما إحنا عايزين. بعد كده هحط سلامي، بيبروني، بسطرمة، شوية فراخ، شوية سي فود، شوية لحمة، هحط جبن وخضار بس مش هحط لحوم خالص، لانشون، تركي مدخن، أفكار كتير أهي علشان إيه نرضي كل الأذواق. ينفع تتحط في اللانش بوكس، ينفع تاخدوها للولاد في التمارين، ينفع وهم بيذاكروا وتبقى محطوطة كده جنبهم ينقنقوا منها. وأختم طبعا بالجبنة، ندي الجبنه بقى كده على الوش. طيب ده هيخش الفرن على او تحت الشوايه فقط لا غير، يعني انا مش هشغل مشغله فوق وتحت، ولكن مش هسيبها لحد ما تستوي الفلفل يتشوي ويسود، لا 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 خالص. انا يا دوبك هحطها تحت الشوايه، الفلفل يعني يا دوبك يدبل حاجه بسيطه، والجبنه تسيح فقط، عشان احنا عايزين نحافظ على الفلفل لونه، قرشته، فايدته وشكله، علشان يبقى مغري كده للولاد ان هم ايه ياكلوا ويستمتعوا بيه.